الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم مصر كل يوم. النهارده هنستعرض مع حضراتكم في فقرتنا الاخباريه مجموعه مهمه جدا من الاخبار التي تصدرت المشهد خلال ال 24 ساعه الاخيره، وكمان هنوضح لكم اخر المستجدات. ودايما زي ما عودناكم فقرتنا هتكون متنوعه وشامله اخبار بتخص كافه الملفات والتخصصات. خلونا مشاهدينا نروح لأول أخبارنا النهاردة، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط والتي تنعقد دورته الحالية في القاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شدد على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة لنهج الدولة المصرية اتجاه جميع المواطنين، وهو ما يتم ترسيخه بممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر. النهاردة كمان مشاهدينا الكرام استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة والذين يتواجدون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية، وذلك مواكبة لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، وأكد حرص مصر على دعم إنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها، ورغبة في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف لا سيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الإفريقية، حرصا على التكاتف والتنسيق في سبيل دفع العمل الأفريقي المشترك. كمان مشاهدينا أكد الرئيس أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء بما فيها القضاء الإداري وتعزيز دوره ومكانته، إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال، كما عمل أيضا على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها والعمل على إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذي بدوره يكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن. نروح مشاهدينا الكرام لثالث أخبارنا النهاردة، حيث استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ومحمد الإتربي نائب رئيس اتحاد المصارف العربية ووسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وهاني علي عبد الله المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية. وأشار رئيس الوزراء إلى ما نتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية من ضغوط وتحديات كبيرة على دول العالم أجمع بما فيها المتقدمة، كما ضعفت أيضا من الضغوط على موازنة الدولة المصرية، ورحب برئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في إطار مشاركته والوفد المراقب أو المرافق في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2022، والذي يعقد تحت عنوان تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة العربية في يوم 18 من مايو في 2022 في القاهرة. من جانبه ثمن الشيخ محمد جراح الصباح حركة التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا، وأشاد أيضا بالمؤتمر الصحفي العالمي المهم الذي عقدته الحكومة مطلع هذا الأسبوع لاطلاع الشعب المصري والعالم على خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بما يعد خير شاهد على تطبيق معايير الشفافية، ويقدم أيضا مشاهدينا الكرام صورة واضحة جدا لجهود الحكومة المبذولة في هذا الشأن.
وإلى وزارة الزراعة. النهاردة برضو مشاهدين الكرام، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول، مع وضع سعر ضمان 6000 جنيه كحد أدنى للطن، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الأسعار. قال أيضا مشاهدينا الكرام القصير إنه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة. أشار أيضا إلى أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل والتي يتحملها المشتري على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفي مصلحة الفلاح، وفي حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد وهو 6000 جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق، ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية في هذا الصدد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام من خلال هذه المداخلة التليفونية مع الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وبالقناة المحترمة قناتنا قناة مصر الزراعية، وبالسادة المشاهدين أهلنا والكرام شعب مصر العظيم. اليوم أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة، كلمنا أكثر يا فندم عن هذا التطور وإلى أي مدى يمكن أن يسهم في عمليات التنمية الزراعية وبالتالي في التنمية الاقتصادية في مصر. هو الحمد لله تم الانتهاء من توزيع العقد، وهذا العقد يعتبر يعني بين الشركة أو المصنع المنتج الأعلاف تحت رعاية الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بصفة ضامن للاتفاق والعقد، وبين المزارع اللي هو هيبقى الطرف الثاني، والطرف الثالث هيبقى طبعا الاتحاد العام لمنتجي بصفة الضامن، الطرف الرابع هيبقى مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته مشرف وموثق لعقد شراء المحصول. طبعا يمثله الأستاذة الدكتورة هدى محمد رجب رئيسة مركز الزراعات التعاقدية. نعم. اللي بكل بساطة هو خاص بمحصول الذرة الشامية الصفراء للعروة الصيفية أو النيلية موسم 22. نعم. بيتعاقد على المساحة وعلى طبعا المكان واسم المزارع، وبالحد الأدنى اللي هو يسموه كحد الضمان الأدنى هو 6000 جنيه للطن. نعم. هذا الحد هو لن ينزل عنه هذا السعر، بمعنى أن السعر لو نزل عن السعر السوق نزل عن 6000 ملتزمين احنا ان احنا نغطي هذا تحت ضمانه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ان هو هيدفع 6000 عشان احنا اتفقنا مع المزارع على هذا الحد الادنى، لكن السوق لو ساعتها وصل اكثر من كده فهو كل زياده حسب سعر السوق ساعتها سعر متوسط سعر الاصناف هيكون لصالح المزارع، وده تشجيعا للحصول على اكبر كميه ممكنه من الذره الشامي. بالنسبه للشركات هتقدم مجرد انتهاء امضاء العقود هتقدم شيك مقبول الدفع زي طيب يعني هذه تعتبر ضمن الاجراءات التي تضمن جديه تنفيذ هذا الاتفاق يا فندم، موضوع الشيكات ولا في اجراءات اخرى؟ لا، هو اللي تحت الضمانه تحت رعايه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وده اتحاد عام ليه ثقله وليه كلمته وليه اجراءاته، وشيء يعني الاتحادات العامة دي بتبقى يعني ذات ثقل، ووجودها في الاتفاق يعتبر ضمان للاتفاق والعقد، بجانب برضو ان هم بيسلموا الشيك بقيمة 2% من الكمية اللي هم اتعاقدوا عليها. نعم. كبرضو نوع من ان يبقى في فلوس عشان لو في اي خلل يبقى نقدر نعالجه، لكن هم كلهم ناس ثقة وناس يعني اللي هتعامل معاهم هيبقوا ناس معروفة سمعتها في السوق تحت ضمانة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. الحاجة الثانية ان في شروط للتسليم، ان التسليم هيبقى في موقع البائع، في حوافز للناس اللي هتشرف على هذا التسليم، فيه ان هو هيستلمه بالمواصفات اللي هي وصفات وزارة الزراعة المصرية
ان لا تزيد نسبه الرطوبه عن 14%. نعم. ويمكن قبول المحصول في حاله رطوبه 16%، لكن هيتم خصم 2% من السعر مقابل كل 1% رطوبه. طبعا بيكون خالي من الشوائب زي الزلط والطين والشوائب والقوالح. الناس الحبوب هتسلم حبوب بدون قوالح، ما تزيدش نسبه الكسر في الحبوب عن 2%. جميل. يعني برضو الفلاح لا، اللي موقع العقد ما يبيعش محصوله لجهات اخرى. يعني يعني الوضع كده، يعني بنحس ان احنا نشجع المزارع انه يزود الكميه من الذره الصفراء للحد من فاتوره الاستيراد ولتوفير منتجات العالم الاوليه في مصر. ما كيف نعول بقى على الفلاح والمزارع المصري يا فندم في هذا التوقيت، خاصه مع هذه الاجراءات التي تقوم بها الدوله؟ والله احنا الفلاح بتاعنا احنا مجربينه وعارفينه وحافظينه وفاهمينه. نعم. واحنا والفلاح طول النهار مع بعض. فالدليل القاطع لما الدوله زودت المحصول الارداف بالقمح 100 جنيه وبدون اتفاقات وبدون عقود وبدون اي حاجه، المساحه زادت والانتاجيه زادت. نعم. لما حس انه المحصول ليه سوق وهيتاخد منه المحصول وبسعر عادل وبسعر كويس وضمن كده، زود المساحه. ومش زود المساحه وبس، زود المساحه وقعد في الارض يشتغل ويكافح عشان يطلع اعلى انتاجيه من وحده المساحه. فحته التعاقدات دي بتديله ضمانه انه هيزرع هذا المحصول، فيلاقي بعد ما زرعه وتعب فيه وشقي فيه انه هيلاقي بيع لهذا المحصول. لو المزارع ضمن اي محصول انه هيتباع وضمن السعر عادل زي كده، احنا حددنا 6000 حد ادنى قابل للزياده. تاكدي سعادتك ان المزارع هيزرع وهيزود المساحه، وفي نفس الوقت هيتم بالنص فدان اللي حيلته ولا فدان ولا اثنين اللي هو زارعهم، يطلع منهم اكبر كميه ممكنه من الانتاج من وحده المساحه. رائع. وده شيء احنا يعني متعاطين معاه كل يوم وعرفناه عن المزارع بتاعنا، وشيء يعني طيب ويبشر ان احنا نقدر نعول. جميل. على المواطن وعلى وطنيته. وان دل ذلك على شيء فانما يدل ايضا على حرص المزارع على التعاون مع الدوله، وبيدل كمان على وعي المزارع بهذه الازمه الاقتصاديه وتعاون المزارع مع الدوله في سبيل التنميه الزراعيه، وفي سبيل طبعا برضو يعني ان هو يزود دخله بما يتوافق مع الظروف الاقتصاديه الراهنه. شكرا جزيلا الدكتور محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشؤون المديريات الزراعيه. النهاردة كمان مشاهدينا الكرام، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في إضافة أيقونة جديدة خاصة بتسجيل رقم التليفون المحمول على بطاقات التموين بموقع دعم مصر، ويستطيع صاحب بطاقة التموين ممن ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول بالدخول على الموقع لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين. ويأتي قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن في الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن. خلونا نعرف مشاهدينا تفاصيل أكثر من خلال هذا الاتصال التليفوني مع المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. مساء الخير يا باشمهندس. ألو. الواضح يعني أن الاتصال يعني مش جاهز الحقيقة، بس عايزين نطمن حضراتكم أن في نوع من الاطمئنان فيما يتعلق بالمواد التموينية. وبصراحة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقوم بدور مهم جدا، وأيضا إدخال فيما يسمى بالحوكمة الرقمية أو الرقمنة واستخدام التكنولوجيا من أجل ضبط هذه المنظومة ومن أجل وصول هذه المؤن أو هذه المنتجات الاستراتيجية إلى مستحقيها. النهاردة كمان مشاهدينا الكرام، تلقت النيابة الإدارية بالسويس القسم الثاني بلاغا بقيام الأسر البديلة بتزوير شهادات ميلاد للأطفال المكفولين لديهم والمسلمين لهم من مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، وبإجراء أيضا مشاهدينا التحريات اللازمة وتكليف قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالفحص وإعداد التقرير اللازم.
تبين أنه تم تغيير أسماء الأطفال المذكورين الواردة بشهادة ميلادهم الأصلية إلى اسم الأب البديل والأم البديلة بشهادات ميلاد جديدة وأرقام قومية جديدة. وقد انتهت التحقيقات مشاهدينا الكرام التي بشرها المستشار أحمد عبد السلام رئيس النيابة في القضية رقم 332 لسنة 2021 وبإشراف المستشار أحمد يوسف مدير نيابات السويس إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية. الحقيقة وقعة غريبة جدا وتفاصيلها يعني بصراحة مثيرة للجدل مشاهدينا الكرام. خلينا ناخد معانا الكاتب الصحفي السيد فلاح. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. وزي ما انت حضرتك بتقولي تفاصيل هذه الواقعة يا فندم. إيه يا فندم يعني كلمنا أكتر عن هذه الواقعة وتفاصيلها. يمكن الواقعة انفردت بيها في من خلال اليوم السابع. بصراحة يمكن أول مرة تبيني قضية بهذا الشكل بهذا الغرابة. هقول لحضرتك تفاصيل كمان يمكن أنا كمان ما نشرتهاش في اليوم السابع. إن هم تقريبا 20 طفل اللي تم تغيير بياناتهم واتكتبوا. أصبح النهاردة إحنا أمام 20 طفل كل واحد ليه اسمين وليه يعني شهادتين ميلاد مختلفة. يعني 20 طفل باسمين بشهادتي ميلاد مختلفتين، مظبوط يا فندم؟ تمام اتفضل. يعني تتراوح اعمارهم من 5 سنين ل 20 سنة. يعني كلام حضرتك في طفل مثلا لدرجة في ناس تخرجت من الجامعة وناس في الجامعة. نعم. هم دخلوا وخدوا شهادات وتدربوا في المراحل التعليمية. بيانات مزورة، تعتبر دي بيانات مزورة بالتأكيد يعني أمام القانون. لكن المستشار أحمد عبد السلام رئيس النيابة الإدارية في السويس يعني كان اتكلمت معاه وحبيت افهم منه تفاصيل القضايا كلها. وانت عارف يمكن النيابه الاداريه ما بين نارين، ما بين ان انت طبعا بتحافظ على قيم المجتمع وفاهمين جدا ان يعني ان الاسر البديله ديت تحفظ هؤلاء الاطفال من التشرد ومن الانحراف، واللي هو حاجه جدا المجتمع نفسه بيرحب بيها يعني. تمام. ومش معنى كده ان هم هيسمحوا بوجود تزوير او بوجود حالات غريبة بهذا الشكل يعني. واعتقد انه قد يكون في حسن نية من قبل الاسر اللي عملت كده، لكن ده طبعا حرمه الدين النسب يعني. ما ينفعش النسب بالذات يعني، اعتقد ان هو ما لا يجوز دينا ولا اي شيء. عشان كده كان هناك محاكمة تأديبية وكمان قرار النيابة الإدارية ان الاطفال يستمروا مع هؤلاء الاسر عشان خاطر ما يدوش يعني هذه التربية وهذه النشأة والتأقلم، لأن في ناس حضرتك ما عندهم 20 سنة. طب يا فندم حضرتك بتقول في ناس عندهم دلوقتي 20 سنة، يعني كيف بدأت هذه الواقعة وكيف تطورت وكيف كانت مختفية يعني إلى وقتنا هذا؟ يعني أكيد حضرتك عارفة إن دايما أي قضية بتكون فيها خيط صغير يوصلنا لباقي تفاصيل القضية. البداية كانت باكتشاف تغيير اسم إحدى الأطفال من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس. نعم. اختاروا النيابة الإدارية، بدأوا يحققوا، فالتحقيقات يعني وصلتهم إلى وجود 20 طفل في محافظة السويس. وأعتقد إن ده ملف مهم جدا لابد إن الدولة تهتم بيه وتفتحه. أعتقد طالما في 20 حالة تم اكتشاف صدفة في محافظة السويس، فأعتقد إن دي وجهة نظري إن الحالات أكيد موجودة في باقي المحافظات وبشكل كبير جدا يعني. نعم. لانه ده اسمه تزوير ونسب غير قانوني. اعتقد الملف ده محتاج مراجعه مهمه جدا. لابد يكون في يقظه من التضامن حول هؤلاء الاطفال. انت عارفه ان الدوله مهتمه جدا بهذا الملف، مهتمه جدا بهؤلاء الاطفال اللي هم ما لهمش اب ولا ام، اللي هم طبعا مش هتسمح ليهم بان هم يتواجدوا في الشارع او يتعرضوا لمخاطر الشارع والحياه العامه. هم طبعا انت عارف حضرتك في جامعات تقريبا تتكفل هؤلاء الاطفال مع ان تسمح للاسر انها تتبنى هذه الاطفال. اتمنى ان شاء الله تكون دي بدايه لفتح هذا الملف الهام. والقضيه الغريبه دي اعتقد زي ما في طفل وصل النيابه الاداريه في السويس ل 20 طفل مزورين بشكل في اكبر قضيه نسب في المحافظه. اعتقد ان الملف ده موجود، ولو دورنا وراه هنكتشف يعني ارقام كبيره جدا في باقي المحافظات.
نعم، يعني بصراحة زي ما احنا شايفين على الشاشة شهادتي ميلاد خاصة بطفل واحد، طبعا موضوع غريب من نوعه، موضوع طبعا في منتهى الخطورة. كان أيضا يعني من ضمن الإجراءات هو تدارك المخالفات والعرض على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. كلمنا أكتر يا فندم عن هذا التطور، ماذا سيحدث كرد فعل لهذه، أو ما هي الإجراءات التي ستتخذ تحديدا كرد فعل لهذه الواقعة؟ هي تم تحويل القضيه لمحكمه تاديبيه مع استمرار الاطفال مع هؤلاء الاسر، زي ما قلت كان القرار ان هم كانوا بين نارين، وطبعا تم يعني اتخاذ هذا القرار بناء على مصلحه الاطفال. نعم، فاذا الاطفال هيستمروا وهيتم طبعا تصحيح هذه المشكله واعاده الاسماء واعاده كل شيء لاصله مره ثانيه، لكن اعتقد القضيه كبيره جدا، هتاخد وقت كبير جدا نتعالج، لان يعني زي واحد في اجراءات كتير تمت بالاسماء المخالفه او الاسماء المزوره. نعم نعم، شكرا جزيلا. كان معنا السيد فلاح الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا يا فندم. هنتنقل لخبر تاني برضو ضمن أخبارنا النهاردة. كمان أطلقت مصر أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم، وبدأت عمليات تشغيل مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا باستثمارات تصل مليار دولار. ويعد المصنع هو الأكبر من نوعه لصناعة سكر البنجر في العالم، وينتج 900 ألف طن سنويا. ويهدف مشاهدينا الكرام المشروع إلى تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية باستخدام المياه الجوفية لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر بالنسبة وبالسنة عفوا، ومحاصيل أيضا استراتيجية أخرى كالقمح والذرة والحمص. المشروع يسهم مشاهدينا في سد 75% من الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه التي تبلغ حاليا 1.1 مليون طن سنويا، وسيسهم أيضا في إحلال واردات بقيمة 900 مليون دولار سنويا، كما أنه سيصدر منتجات ثانوية تصل إلى 120 مليون طن سنويا. معنا على الهاتف النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك وتحياتي لأسرة البرنامج وتحياتي لكل الشعب المصري العظيم. وحضرتك طبعا نائب عن محافظة المنيا، طبعا بنبارك لحضرتك. احنا مبروك للشعب المصري كله. يعني احنا في ظل توجهات الدولة المصرية خلال السنوات الثمانية الأخيرة والتركيز على الصناعات اللي الهدف منها هو الإنتاج وتقليل الفجوة والخلل في الميزان التجاري. كلنا عارفين أن الدولة المصرية بتنتج تقريبا 2 مليون و100 ألف طن سكر، يعني احنا عندنا اكتفاء ذاتي 70%. نعم. إن شاء الله هذا المصنع عندما يكتمل إنتاجه ويصل إلى المرحلة النهائية من الإنتاج هنبقى إن شاء الله وصلنا إلى حد الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي. هيوفر عملة، هيوفر أيدي عاملة، هنبقى النهاردة إحنا اللي بنتحكم في إنتاجنا. وإن شاء الله بإذن الله أنا من خلال القناة ببشر الشعب المصري أن هناك مشروعات صناعية ومشروعات زراعية سيتم إطلاقها في القريب العاجل، وهتبقى مشروعات قومية يلتف حواليها الشعب المصري والنخب السياسية والناس اللي بتتكلم عن الحوار الوطني. إن شاء الله هنبقى ملتفين كلنا حول قضايا وطنية عشان تقدر الدولة المصرية تعبر الأزمات العالمية اللي بتواجهها، بداية من كورونا مرورا بالأزمة الاقتصادية الأخيرة. إن شاء الله بإذن الله بسواعد المصريين وبترابط المصريين ووقوفهم خلف دولتهم هنقبل التحدي، وإن شاء الله هنعبر هذه الأزمات من خلال التركيز على المشروعات الزراعية القومية، من خلال التركيز على إحياء وإطلاق الصناعات المصرية عشان نقدر النهاردة يبقى عندنا إنتاج، لأن بدون الصناعة وبدون الإنتاج لا يمكن أن نستطيع أن نواجه هذا التحدي اللي موجود على مستوى العالم. أنا النهاردة الدولة المصرية لديها الأيدي العاملة، لديها البنية التحتية، لديها المقومات الزراعية، لديها مقومات الإنتاج في كثير من الصناعات. إن شاء الله
خلال السنوات القليلة المقبلة أو الأشهر القليلة المقبلة سيكون هناك مبادرات وتكون في بشاير خير للشعب المصري بإذن الله. بالتأكيد الدولة دائما هي صاحبة وهي المبادرات وهي دائما السباقة فيما يتعلق بالمبادرات الإنسانية الخاصة بالمواطن. من ضمن أيضا فوائد هذا التطور يا فندم هو توفير فرص عمل والقضاء على البطالة، وهو هدف حيوي تسعى إليه الدولة بشكل أساسي خلال هذه المرحلة. كلمنا يا فندم إزاي ممكن لهذا التطور أن يساهم في تقليل البطالة وبرضه كمان في توفير فرص عمل جديدة خاصة يعني في محافظة الصعيد أو محافظات يعني الصعيد بشكل عام؟ احنا كلنا عارفين إلى أي مدى محافظات الصعيد في حقبة مبارك كانت مظلومة. تكلم عن المنيا اللي هي تعدادها 6 مليون مواطن، ويمكن النهاردة هذا المصنع خد من الدولة 171 ألف فدان هيبدأ زراعتهم. 171 ألف فدان، ألف فدان يا فندم في الظهير الصحراوي الغربي. وإن شاء الله بإذن الله يمكن خلال أيام قليلة هيعلن الريف المصري عن ضم 700 ألف فدان جديدة غرب المنيا إلى المشروع الزراعي العملاق استكمالا للمليون ونص فدان، وهيتم توزيعه على كبار وصغار المستثمرين إن شاء الله. جاري يعني الإعداد لهذا الأمر بإذن الله، وده برضو من البشائر اللي احنا بنتكلم عنها، لأن محافظة المنيا تعتبر من أكبر المحافظات الزراعية، فيها 452 ألف فدان في الوادي القديم، وفيها النهاردة 700 ألف فدان اللي هم إن شاء الله الريف المصري هيطلقهم. ده خلاف الأراضي التابعة لولاية محافظة المنيا اللي تم نقل ولايتها من هيئة التنمية الزراعية لمحافظة المنيا، وأيضا بتقدر بما يزيد عن 300 ألف فدان. عايز أقول إن محافظة المنيا بهذا التعداد وهذه الرقعة الزراعية سيكون لها دور قوي في الإنتاج الزراعي في المشروعات الزراعية إن شاء الله، مع التنظيم مع الأولويات مع التركيب المحصولي المنضبط اللي بيتوافق مع احتياجاتنا الاستهلاكية واستهدافاتنا التصديرية إن شاء الله بإذن الله هنرى مصر الجديدة والجمهورية الجديدة بتنطلق خلال يعني الأشهر القليلة القادمة بإذن الله. بإذن الله. من إسهامات هذا المشروع أيضا يا فندم أيضا أنه سيحقق واردات بقيمة 900 دولار للدولة، وسيكون هناك صادرات ثانوية أو منتجات ثانوية بالتحديد بقيمة 120 مليون طن سنويا. طبعا هو تطور مهم لأن الدولة بتسعى خلال هذه المرحلة مرحلة الأزمة الاقتصادية إلى توطين الصناعة المصرية وإلى زيادة الصادرات من أجل امتصاص الصدمات الاقتصادية. كلمنا أكتر يا فندم عن هذا المنحة واللي بيساهم بيه مثل هذا المشروع في هذا التوجه من قبل الدولة. واحد هيسأل سؤال يقول إيه؟ يقول إزاي النهاردة أنا عندي احتياج في السوق المحلي لمليون و100 الف طن وازاي هصدر؟ صحيح. انا الدوله المصريه بتتمتع بجو ومناخ بيجود فيه كافه الزراعات في مواسم زراعيه لا تتوافر فيها هذه المنتجات في اوروبا وفي اسيا وفي كثير من دول العالم. فهنا بقى بنتكلم عن التبادل التجاري في الاوقات اللي بيبقى فيها عندي فائض من الانتاج ممكن أصدره وأستبدله بواردات في الأوقات اللي بيبقى ما عنديش فيها فائض من الإنتاج. يعني إيه يا فندم منتجات ثانوية عشان نشرح بس للمشاهدين يعني إيه منتجات ثانوية؟ بص يا فندم، يعني أنا النهاردة عندي في بعض المواسم الزراعية بيبقى عندي فائض عن حاجة الاستهلاك في السوق المحلية. نعم. هذه المنتجات الزائدة عن حاجة الاستهلاك بصدرها للدول الأوروبية، بصدرها للدول الآسيوية اللي بيبقى فيها المناخ غير مناسب لإنتاج مثل هذه الحصلات، زي الموالح زي العنب، زي يعني أنا عندي مواسم زراعية في مصر نتيجة أن المناخ في مصر بيشجع على زراعة كافة الحصلات والفاكهة والخضر في أوقات بتبقى الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية والأسواق العربية محتاجة لمثل هذه المنتجات. وهنا زي ما بقول لحضرتك هذا هو التبادل التجاري، أن أنا لما بيبقى عندي فائض في موسم معين بصدر إنتاجي ثم أستورد بعض احتياجاتي في المواسم اللي بيقل فيها الإنتاج عندي. ده اللي بتكلم عنه اللي هو التكامل الزراعي أو التبادل التجاري. نعم، شكرا جزيلا سيادة النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أشكرك يا فندم.
النهارده كمان بدأ المزاد العلني لبيع مواشي مستريح أسوان مصطفى البنك بعد التحفظ عليها وبيعها وفقا لقرارات وضوابط النيابة العامة. بلغت أعداد المواشي داخل المزاد العلني نحو 450 رأسا ما بين عجول وأبقار وإبل وأغنام، وتوافد التجار من كل مكان لشراء مواشي المستريح التي تم التحفظ عليها بعد القبض عليه بتهمة جمع نحو 200 مليون جنيه من ضحايا بنظام الوعدة. عايزين نحذر تاني مشاهدينا الكرام من الناس من ظاهرة المستريح، ونحذرهم من يعني الاستيلاء على الأموال عن طريقها النصب. مهم جدا، يمكن أنا اتكلمت في الحلقة امبارح حلقة أمس، إن مهم جدا إن احنا نتوخى الحذر، مهم جدا نستخدم العقل والمنطق، احنا في أزمة اقتصادية حقيقية، مهم جدا نحافظ على أموالنا ممتلكاتنا وعدم التفريط فيها بهذه السهولة. بالتأكيد هذا النصاب له يعني كان له حنكة أو له طريقة غير مسبوقة في النصب على الأهالي، ولكن في الأول والآخر الأهالي يتحملون المسؤولية، لأنهم يعني إحنا بنعول كتير على وعيهم، ومعركة الوعي هي من الحاجات الأساسية اللي الدولة بتحاول إنها تستهدفها وبتحاول بقدر الإمكان إنها تشتغل عليها. لتعليق على هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا حسام الحاروني الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. نكلمنا أكتر عن تفاصيل المزاد اللي تم النهاردة الخاص ببيع مواشي مستريح أسوان. هو طبعا المزاد النهاردة تم في مدينة دراوب ومحافظة أسوان. كان المزاد العالمي المتفق عليه طبعا علشان بيع المواشي الخاصة بالمستريح اللي هو مصطفى البنك. طبعا من الصباح الباكر توافد أعداد كتير جدا من التجار، لأن زي ما احنا بنقول إن في أزمة كمان في المواشي، إن هو كان بيلم المواشي كلها، في كان حوالي 450 رأس موجودة، غير طبعا في إبل وفي أغنام وفي جمال. هو طبعا كان تم التحفظ عليهم وتم نقلهم للحاج الطيخري. وهو يعني عنده تقريبا مبلغ يعني متهم في حوالي 200 مليون باقي يعني. مبلغ كبير الحقيقة. اللجنة عملت المزاد العلني بالتعاون مع النيابة العامة طبعا في محافظة أسوان. وباعوا حوالي 450 رأس ماشية الأولانيين بحوالي 3 مليون جنيه وكسور. وبرضه باعوا حاجات تانية خرفان، وكان في حاجات تانية زي حصان وغير الإبل وغير الجمال، كان في برضه حوالي 160 جمل تم بيعهم بحوالي مبلغ 2 مليون جنيه. وكل المزاد طبعا تم بالاتفاق والتعاون، ومزاد علني كامل وحضروا جميع التجار. لان انت عارفه ان مركز ادفو اللي كان حصل فيه المشكله كله، الناس كلها كانت بتقول ان ما فيش اصلا في مركز ادفو مواشي خالص، ان هو كان لما عنده في الاسطبل الكبير بتاعه اللي كان عامله. ويعني اللجنه كانت محايده طبعا، وكان في حضرها برضو اللي هو اشرف عطيه محافظ اسوان، ولجنه كبيره كمان من الزراعه والتموين والطب البيطري والشؤون الماليه بالمحافظه، ولجنه التعاقدات، بالاضافه الى طبعا النيابه العامه اللي اشرفت على الموضوع كله من اوله لاخره. طيب أكيد هناك أموال ستحصل من جراء هذا المزاد، إيه مصير هذه الأموال يا فندم؟ هتروح لمين؟ الوضع هيكون إزاي؟ هل سيتم توزيعها على الأهالي الذين تم النصب عليهم؟ آلية التوزيع، كلمنا أكتر عن هذا الأمر يا فندم. طبعا هي المحافظة والمحافظ والجهات كلها استشعرت طبعا الخطورة بتاع موقف المواطنين كلهم، كله عاوز فلوسه وكله بيطالب بحقه. صحيح، شفت التجمهر اللي كان بيبقى موجود، وكان الأمن دايما في بيفض الناس من أمام المنازل. فطبعا أولوية الكبرى في إن الناس هتاخد فلوسها. طبعا طبعا مش دي كل الفلوس اللي هو جزء من الاموال التي تم النصب.
جزء من الاموال، فطبعا دي هتروح لكل الناس او بمعنى اصح يعني ايه الاولويات والناس اللي سجلت الاول، يعني كل حاجه هو كان عنده مستندات والناس برضو معاها مستندات وايصالات امانه بالفلوس وايصالات بالحاجات اللي وردتها، فكل واحد هياخد الفلوس بتاعته بقى ما فيش مكسب، هو كويس ان هو هياخد الفلوس بتاعته اللي هو دفعها و يعني تعدي الأزمة يعني على خير، وإن كل مواطن يحس بالأمان طبعا، وإن يبقى قيمة دورها على أكمل وجه لحين الانتهاء من التحقيقات، وإن الناس كلها تاخد تعويضاتها بشكل مناسب. بالتأكيد هو طبعا يعني رسالة طبعا بنوجهها من برنامج مصر كل يوم إلى هؤلاء الأهالي وإلى جميع المواطنين، أن ده درس ليهم، موضوع المستريح ده درس ليهم، أن هم يعرفوا إزاي يحافظوا على أموالهم ويتوخوا الحذر ويكون في تحكيم للحنكة والعقل. يعني رسالة أخيرة كده حضرتك توجهها إلى المواطنين، وإحنا طبعا زي ما بنقول وبنكرر كل مرة وكل حلقة، إحنا عندنا أزمة اقتصادية طاحنة مش ناقصة زي ما بيقولوا إن إحنا ندخل في ريسك أو في مخاطرات فيما يتعلق بالأموال. تفضل يا فندم. طبعا هو موضوع المستريح اللي ظهر هو مش واحد بس، هما كتير في محافظة أسوان، وطبعا النهاردة كمان تم القبض على مستريح كمان في المنيا، وفي مستريح قبض عليه في البحيرة، فبدأ الموضوع يكشف أي حد بيحاول يضحك أو بيحاول يستغل الناس المواطنين في أي أعمال طبعا من شأنها الإضرار العام بيهم. طبعا رسالتنا لكل الناس إن مش أي حد طبعا تثق فيه، ومش كل الناس معظم الأمور اللي زي ديت، يعني لو حكمنا العقل شوية هنعرف إن في عمليات نصب، يعني مش معقول إنك أنت هتدفع مليون تاخدهم مليون مثلا أو 100,000 تاخدهم 100,000. لا ده يعني أنا سمعت الأرقام يعني في بعد تحقيقات النيابة والإيصالات الأمانة، إن حضرتك يعني اللي بيدفع 100,000 بياخد على الوعدة أو الوعدة اللي بيقولوا عليها حوالي 250-300,000، يعني بياخد مين هيكسب حد 200% في 21 يوم أو 15 يوم؟ طبعا كلام مش منطقي، وهو احنا زي ما قلنا لدرجة إن في يعني أنا شفت إيصالات أمانة ناس مودية 2 مليون وناس مودية له 5 مليون وناس مودية له 4 مليون، ناس باعت أراضي وكشوفات منظمة جدا وفي غاية الدقة، كشوفات يعني كأنه فعلا كان قائم بالشركة ليها كشوفات ومنظمة ضحك على الناس طبعا بتشرف على العملية، وطبعا عارفة أهلنا في أسوان يعني يمتازوا بالطيبة والجعانة وحاجة، لكن إن الأمور توصل لكده، خصوصا إن الراجل كان بيسلم في أول شهرين اشتغل فيهم كان بيسلم الناس وبدأت الأمور تكبر. فنصيحتنا لهم إن الحاجة اللي أنت عقلك مش مستوعبها ومش مصدقها ما تمشيش فيها. تمام. شكرا جزيلا الأستاذ حسام الحاروني الكاتب الصحفي، أشكرك جزيل الشكر يا فندم. هنروح بقى دلوقتي الخبر جميل جدا، كل سنة وحضرتك طيب سيادة الزعيم. النهاردة كمان يحل عيد ميلاد النجم الكبير الزعيم عادل إمام اللي قدم أعمال مهمة جدا في مشواره الفني تركت بصمة كبيرة مع جمهوره. الفنان عادل إمام أيقونة من أيقونات السينما المصرية التي سطرت اسمها بحروف من نور في سجلات التاريخ. بالفعل مشاهدينا، عادل إمام يتربع على عرش الضحكة المصرية اللي بتخرج من أعماق القلب. كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم، كل عام وحضرتك موجود معانا ومفرحنا دايما بأعمالك العظيمة اللي بنتتوارثها الأجيال على مر الزمن. معانا في هذه المناسبة الجميلة، مناسبة عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الناقد الفني صلاح بيصار. أهلا بحضرتك يا فندم الناقد الفني والفنان التشكيلي. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وانتم طيبين والزعيم طيب وبخير.
كل سنة والزعيم بخير. كلمنا كده يا فندم يعني عن هذه المناسبة الجميلة، كلمنا عن الفنان عادل إمام. طبعا يعني ما فيش أي كلمات ممكن توفي حقه، ولكن على عجلة كده كلمنا عن النجم خاصة في هذا اليوم تحديدا، وهو يتربع على عرش السينما خاصة الكوميديا يا فندم. هو الحقيقة يعني أنا هكلم حضرتك على أني أنا ناقد فن، أنا فنان تشكيلي وناقد. أنا هكلم حضرتك كمتذوق لعادل إمام، لأن عادل إمام بقى شخصية شعبية وفي نسيج الوجدان الشعبي، حتى أن في بعض أعمال عملها ارتبطت بيه، بقى في محلات بتسمى باسمه دلوقتي، محلات باسم عادل إمام، زعيم، محلات اسم الزعيم. وخاصة هو شخصية شعبية زي ما قلت لحضرتك، هتلاقي مثلا يعني أنا شفت أكتر محل كشري الزعيم، وده بيأكد شخصيته الشعبية وإزاي هو في إجماع شعبي حوالين شخصيته. طبعا عادل إمام كسر كل القواعد، لأن هو متخرج، لا هو خريج أكاديمية فنية، هو متخرج من كلية الزراعة في القاهرة، ولكن كان بيشتغل في مسرح الجامعة، وظهرت موهبته مبكرا وعمل أكتر من 100 فيلم أفلام بتمثل علامات في السينما المصرية، زي مثلا الإرهاب والكباب، زي عريس من جهة أمنية، أفلام كثيرة زي الإرهابي، أفلام كثيرة بالإضافة إلى العديد من المسرحيات. طبعا المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين، وهو وشاهد كان ما شافش حاجة، وزعيم كتير. احنا كل هذه المسرحيات اتربينا عليها يا فندم، وعشناها وضحكنا معاها، ويمكن كل ما بتعرض هذه المسرحيات بنشوفها كأننا بنشوفها لأول مرة، وبنضحك عليها كأننا بنضحك لأول مرة. طب لو حبينا نتكلم بقى، حضرتك يعني في معرض كلامك قلت ان هو لم يتخرج من يعني دراسة أكاديمية خاصة بالتمثيل، ولكنه تخرج في كلية الزراعة، وبالرغم من كده هو فعلا قدر يصل الى قلوب الملايين، مش في مصر ده في العالم كله. ايه السر يا فندم؟ هو السر في الكاريزما بتاعته، يعني شخصيته الكاسحة في حتى في الدراما، يعني هو ليه كل اعماله كلها اعمال كوميديا، ولكن ليه اعمال درامية مؤثرة جدا، حتى يعني مثلا دموع في عيون وقحة، كمان أحلام الفتى الطاير، يعني على فكرة في ديوان من دواوين نزار قباني قال نحن ننتمي إلى وطن في عادل إمام، وده شيء جميل جدا. يعني أنا فرحت، يعني زي ما حضرتك قلتي هو يعني في إجماع شعبي عربي حوالين شخصية عادل إمام، وده يعني نتيجة الكاريزما بتاعته العالية جدا. يعني هو طغيان الكوميديا عنده، وعنفوان الكوميديا، وفي نفس الوقت الدراما. في أعمال لي يعني من أحسن 100 فيلم في مصر، ويمكن من أحسن 100 فيلم في الوطن العربي، وأعمال لها تأثير كبير على الوجدان العربي عموما يعني. نعم. طيب حضرتك قلت يمكن الكاريزما، وطبعا ده واضح جدا أكيد، وكلنا عارفين إن هو الفنان العظيم عادل إمام يمتلك كاريزما يعني مختلفة ومميزة، ولكن المعاصرة، إحنا كل ما بنشوف عادل إمام ولحد دلوقتي بيقدم لنا أفلام وأعمال وهو فعلا مواكب للعصر، برضو دي نقطة مهمة لازم نقف عندها. الموضوع مش كاريزما بس يا فندم، احنا لحد دلوقتي كل الأسرة بكل فئتها، الأطفال والشباب والكبار، بتلتف حوالين الشاشة لما تيجي حاجة لعادل إمام، أو لما يعرض ليه مسلسل أو فيلم جديد. طبعا هو الكاريزما، لأنه ساعات أوقات كتيرة بيرتجل وبيخرج على النص، وبعدين بيأكد شخصيته الكوميدية قوي، يعني خف دمه شديدة اللي كلنا بنضحك، وهو طبعا عنده ثقافة عالية. يعني هو مع الكاريزما دي بقى الثقافة والرؤية والإحساس بالمجتمع والإحساس بالناس ومواكبة الجمهور، دي كلها عوامل كتير هي اللي أكدت شخصيته. يعني مش بس الكاريزما فعلا، يعني عوامل كتير اكدت، عوامل صنعت منه النجم يعني. طب ممكن
اتفضل. ممكن نقدر نقول ان هو عنده نوع من الذكاء، يعني اكيد في فنانين كتير عندهم كاريزما، وفي ناس كتير برضو يمكن فاهمين متطلبات العصر وبيحاولوا ان هم يواكبوها ويجددوا من نفسهم، ولكن يعني عادل امام كده في حته تانية. هل نقدر نقول ان هو يمتلك ذكاء مختلف، يعني في نوع من الذكاء في التعامل مع الكوميديا، في التعامل مع الناس، عنده يعني احساس بالفطره الانسانيه احنا كلنا بنصدقه وكلنا بنحبه، يعني مجرد ان احنا بنشوفه يعني حتى قبل ما بيعمل اي حاجه او اي ما بيقول اي كلمه احنا فعلا بنحس ان هو بيدخل قلوبنا وبنضحك كده وبنحس بطاقه ايجابيه. طبعا زي ما حضرتك قلتي هو بيختار النص كويس، يعني هو الحقيقه في الفتره الاخيره عامل دويتو مع في المسلسلات الاخيره عامل دويتو رائع جدا مع لم يعني يوسف معاطي. يوسف معاطي وانا الحقيقه يعني مندهش جدا، هما الاثنين متناغمين وبيعملوا وبيختارنا زي ما مثلا مأمون وشركاه الاعمال الاخيره بتاعته، وبحس ان برضك فيها معاصره وفيها معالجات اجتماعيه عاليه جدا جدا، وايضا معالجات سياسيه في بعض الاوقات، لان بيبقى فيها مناقشات في الحوار حوالين بعض الاشياء السياسيه، زي كمان افلامه يعني اللي بتناقش قضايا سياسيه مثلا زي قضيه الارهابي، زي الارهاب والكباب. الارهاب والكباب عمل عظيم جدا لعادل امام، والحقيقه يعني مش لعادل امام بس، كمان هو لجميع يعني صناع العمل. يعني هو كان مع مجموعه عملوا عمل رائع يعني الحقيقه. وهو كان في وسطهم يعني زي اوسط العقد يعني مع كمال الشناوي الحقيقه. نعم. الحقيقه طيب. برضو عادل امام، معلش على مقاطعه حضرتك، بس يعني انا في نقطه طبعا ما اقدرش افوتها برضو، عادل امام والانسانيات. عادل امام مدرسه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، ومن الملاحظ ايضا ان هو اكتشف العديد من الفنانين الكبار اللي هم تربعوا بعد كده على عرش الكوميديا، عنده قدره غير طبيعيه على العطاء، يعني مثلا هنيدي، علاء ولي الدين، اسماء كتير جدا، انا قلت كده على سبيل المثال للحصر. طبعا هو يعني احتضن الفنانين الشباب واشتغل معاهم صحيح واشاد بيهم الحقيقه. وهو عنده ما شاء الله ابنه رامي، يعني انا كنت بتفرج بالصدفه يعني في مسبيرو زمان، فكانوا جايبين حوار معاه وبيقول يعني انا سنه 78 اتولد ابن رامي، بيقول ابن رامي عنده شهر يعني او كده. رامي ما شاء الله بقى ظاهره في الاخراج، هو بيخرج له مسرحياته واخرج له بعض مسلسلاته، وده شيء جميل يعني، خرج من معطف عادل امام اثنين من ولاده يعني ما شاء الله. محمد امام كمان في التمثيل، محمد امام ممثل وممثل ليه شخصيه بعيدا عن شخصيه ابوه الحقيقه، تماما بعيدة تماما، بعيد عن شخصية أبوه تماما. ورامي في نفس الوقت بيعمل في صمت وبدون دعاية، وعامل له أعمال كتير وأعمال متميزة جدا في مع أعماله عموما يعني. نعم، شكرا جزيلا الناقد الفني والفنان التشكيلي صلاح بيصار. الحقيقة مشاهدينا كل يعني مبسوطين جدا بهذا الخبر، عادل إمام ظاهرة لم ولن تتكرر، أكيد مصر ولادة طبعا، ولكن عادل إمام كده ظاهرة نقف عندها، هو محبوب الجماهير، محبوب الجميع، ليس في مصر ولكن في العالم كله، مش هقول كمان في الوطن العربي بس. مشاهدينا الكرام، دلوقتي يعني خلصت فقرتنا الإخبارية أو ساعتنا الإخبارية، وهنروح دلوقتي لفاصل قصير ونرجع بعد وهنناقش موضوع مهم جدا في فقرتنا الحوارية، هيكلم عن الشباب وأهمية دور الشباب، وأيضا مراكز الشباب ووزارة الشباب والرياضة والتعاون بينها وبين الوزارات المختلفة المعنية باحتواء الشباب وتنمية أفكارهم وأنشطتهم ويعني خلق فرص عمل واستثمارات أمامهم، وإسهام هذه المراكز الشبابية في إدماج الشباب في المجتمع وفي محاولة عمل مشروعات ومبادرات من أجل احتواء الأزمة الاقتصادية ومن أجل التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية. مشاهدينا الكرام، انتظرونا بعد الفاصل وفقرة مهمة جداً.